مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أركت لذكر الباني والعالم. إلائمي في الهوى العذري معذرة، يا لائمي في الهوى العذري معذرة. مني إليك ولو أنصفت لن تلومي. الله يفتح عليك يا شيخ، ايه الشطاره دي؟ طب احكي لي انت وقتك بتقضيه ازاي يا مهدي؟ يعني تدريبات طول الوقت علشان توصل للمرحله دي؟ بسم الله ما شاء الله، انت مش بس كمان بتغني، انت كمان بتأدي وشاطر ومتمكن، فانت وصلت للمرحله دي ازاي او بتحافظ عليها ازاي؟ هو انا في الاول بعمل فوجاليز اللي هو تدريبات الصوت في الاول، حلو، وبعد كده يعني بتدرب على الاغنيه او اغنيتين في اليوم اللي انا احفظ، لان بسمع الدكتور رحمه عبد الستار في الاول مرتين في اليوم جنب المذاكره. شاطر والله، وشاطر في المدرسه. ايوه طبعا، لان المذاكره اهم من اي حاجه. الله اكبر. ففي الاول بتدرب في الاغاني بقى وكده، وبعد كده بقوم رايح مسمع دكتور محمد عبد الستار الاغاني دي، لو حلوه بيقول لي حلوه، لو عايزه تدريبات اكتر برضه برجع ارجعها تاني وبرجع اسمعها له، لان هو اللي بيدربني طبعا وهو اللي وصلني لغايه المرحله دي. وبجد بشكر دكتور محمد ستار ودكتور عبد الوهاب، لان هو اللي خلاني اشارك في حفله رئيس. انا اللي بشكرك كمان، وانا فخوره بيك، وانا مبسوطه قوي ان انت نورتني النهارده. ومن فضلك بقى، من فضلك لما انت نجم، بس لما تبقى نجمه بقى اكبر وتكبر في السن، ابقى تعالى اطلع معايا هنا حلقه ان شاء الله. ماشي، تيجي تنورني هنا في البرنامج ان شاء الله، انت تبقى نجم كبير وتكسر الدنيا يا مهدي. الله. عايزين بقى اغنيه نختم بيها الحلقه، ايه رايك؟ كي. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا، بس يعني ما فيش احلى من ان احنا نختم على صوت مهدي. بشكركم وهسيبكم مع صوت مهدي، يومكم جميعا كله خير وبركه يا رب، استمتعوا.